مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مرحبا بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بك كابتن نصر. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال. مبروك لصن داونز على المباراه، وهارد لك للنادي الاهلي ان شاء الله حظ اوفر باذن الله، ونبارك النادي الاهلي ان شاء الله كابتن علاء، يعني ان شاء الله باذن الله يصعد ان شاء الله في المباراه اللي جايه. قبل ما نتكلم على التحكيم كابتن ايمن، نتكلم على احداث ما قبل المباراه. وانا بتكلم كراجل، انا كنت براقب في الاتحاد الافريقي يا كابتن احمد، في حاجه اسمها اجتماع ما قبل المباراه، ده بيحضره منسق امني، مندوب النادي الاهلي، مندوب من صن داونز، مراقب المباراه اللي هو الكوميشنر ماتش. بيتم الاتفاق على كل شيء يا كابتن احمد، من اهمها خروج الفريق من الفندق الساعه كذا، وصوله للملعب في ميعاد معين، تدريب او الاحماء بيبقى الساعه كام، رجوع لغرفه الملابس الساعه كام، ثم بدايه المباراه. دي كلها احداث بتبقى متسجله في اجتماع ما قبل المباراه، ولكن ما حدث قبل المباراه لبعثه النادي الاهلي او القافله النادي الاهلي ان هي تتاخر لميدان اللعب، اكيد 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 ده عنصر من العناصر اللي بيخلي الجهاز الفني والاداري واللاعبين يا كابتن ايمن يعني بيبقوا شويه خارجين عن التركيز، وبقى بيعمل نوع من نوع التوتر. ولكن ما يجب ان احنا النهارده احنا بنتكلم في دوري ابطال، ما يجب ان يحدث الكلام دوت في الماتشات دي. يمكن زمان يا كابتن احمد كان بيحصل الكلام ده كتير، ولكن النهارده يعني ما ينفعش النهارده يحصل الكلام دوت. وطبعا النادي الاهلي قدم شكوى بخصوص هذه الاحداث. نروح لطاقم التحكيم يا كابتن ايمن، النهارده هو طاقم تحكيم متنوع يا كابتن احمد، كابتن اسامه. يعني لما نيجي للحكم، الحكم اللي هو بملك من اثيوبيا، كان معاه الحكم المساعد الاول ده من الكاميرون اللي هو الفيز، المساعد الثاني من تشاد، والحكم الرابع كان من الكاميرون. يعني هو طاقم تحكيم متنوع من كل دوله، وهم دولت اللي بيلعبوا دايما مع الحكم بملك، الحكم الاثيوبي. هتكلم في عنصرين مهمين جدا في الجاري يا كابتن احمد، الستايل. والكلام ده لكل حكامنا حتى في مصر هنا، ستايل جاري الحكم كابتن ايمن، نمط جري الحكم شويه لابد ان هو يطور من ادائه في الستايل الجري، نمط الجري، اسلوب الجري. دي حاجه انت عارف هو صعب يعملها الوقت، لان هو النهارده حاجه 40 سنه، ولكن بنقولها للحكام الصغيرين اللي هو الحكم اللي هو بيجري جري معينه كابتن، لا لازم يطور من ادائه، لان الجري الحكم دي مهمه جدا جدا. بنشوف بملك النهارده بيجري، طبعا ينقصه كتير من التنوع في اسلوب الجري، بينقصه كتير جدا جدا في ازاي ان هو يجري الجري الخلفي، الجري الامامي، ازاي يبقى عنده تحمل سرعه وتحمل وسرعه قصوى في ميدان اللعب. بشكل عام هو ادار المباراه، مفيش اخطاء تحكيميه بامانه، ولكن كان عنده قصور في العقوبات الانضباطيه. يعني ايه؟ يعني هنلاقي ان في اكثر من خطا ومخالفه كانت تستوجب البطاقه الصفراء على الفرقتين على فكره كابتن احمد، مش عن الاهلي بس، هنلاقي اكثر من بطاقه. طبعا هو عنده يفتقد الى نقطه العقوبه، وده طبعا شيء المفروض هو